فالأحداث العالمية الجارية وخصوصاً ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية وتأكيداً لتوجيهات سيادتكم دائماً بأنه لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن أمتنا المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمانة الأساسية للأمن والسلام، تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل. السيدات والسادة الضيوف المصري الأجلاء، في نهاية كلمتي أجدد الترحيب بقدومكم إلى مصر ضيوفاً أعزاء على قوتها المسلحة، وأؤكد لكم قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار، كما أتطلع معكم أن يكون معرضنا اليوم منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلين وآملين من الله التوفيق والسداد، متمنين لكم التوفيق ولأوطانكم العزيزة ولقواتكم المسلحة كل تقدم وازدهار. حفظ الله مصر شعباً وجيشاً وكافة الشعوب الإنسانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.